الشبهة الثانية التي يستدل بها خوارج العصر على التكفير بالحاكمية قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالوا من لم يحكم أنزل فهو كافر. والرد على هذا من وجهين. الوجه الأول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية فيها ذكر مراتب ذكر المراتب أهل الإيمان. المرتبة الأولى الإسلام وأعلى منها الإيمان، والثالثة الإحسان. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا مرتبة. ثم قال فلا وربك لا حتى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر المراتب الثلاثة، فالآية في ذكر المراتب الثلاث لا في التكفير بمجرد الترك، ذكره في كتاب مدارج السالكين. والجواب الثاني ويؤكد هذا المعذرة وتتم الجواب الأول ويؤكد هذا ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، أنه إنما يستدل بهذه الآية في التكفير بالحاكمية هم الخوارج. فإذا لا يستدل بهذه الآية أهل السنة وإنما الخوارج، فأهل السنة على خلاف ذلك وإجمعهم حجة. الجواب الثاني أنه لو أخذ بعموم هذه الآية لكفر حتى في حكم واحد وفي قانون واحد، وهذا ما لا يقر به كل خوارج العصر إلا غلاة غلاتهم. الشبهة الثالثة قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقالوا هذه الآية بيّنت أن إيمانهم مزعوم لأنهم يريدون الحكم بالطاغوت. والجواب على هذه الآية من أوجه أذكر بعضها على عجالة. الوجه الأول قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون أنهم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ذكر أن إيمانهم مزعوم، فالزعم في إيمانهم يحتمل أحد أمرين. الأول أن الآية في سياق المنافقين، وإيمان المنافقين إيمان مزعوم. الثاني أنه بسبب هذا الأمر صار إيمانهم مزعوما، فإذا هو محتمل لأحد الوجهين. فقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالزعم هذا إما أنه بسبب أنهم حكموا غير ما أنزل الله، أو أن الآية في سياق المنافقين وإيمانهم في الأصل مزعوم. فلما توارد الاحتمال المتساوي بطل الاستدلال. ويؤكد ذلك أنه لا يلزم من مشابهة المنافقين في صفة من صفاتهم كالتحكيم غير ما أنزل الله أن يكون الرجل كافرا كفر أكبر، كما أن من صفاتهم الكذب إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إلى آخره، ولا يلزم مشابهته في صفة من صفاتهم أن يكون كافرا مثلهم. فإذا الآية يحتمل تكون في سياق ذكر صفات المنافقين، ويحتمل أن تكون مبينة أنهم صاروا منافقين لأنهم حكموا غير ما أنزل الله، فلما توارد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم إن مشابهة المنافقين في صفة من صفاتهم لا يلزم من ذلك التكفير كما تقدم. الجواب الثاني قال يريدون أن يتحاكموا، يريدون محتملة أنهم مجرد أن يفعلوا، ويحتمل أنهم أرادوا إرادة كفرية على وجه اعتقادي كفري. وقد أشار لهذا المعنى الثاني ابن جرير في تفسيره. فإذا الآية تحتمل أن تكون في من عندهم إرادة كفرية لا مجرد التحكيم. وإذا توارد الاحتمال المتساوي فالأصل فبطل الاستدلال. ثم إن الأصل أن هؤلاء الحكام الأصل أن إيمانهم ثابت بيقين، ومن دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين مثله. تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران.